اصل مريان ريان حمزة عسلم حمزة ريان تسمع فيها؟ نعم مرحبا يا حمزة ريان ريان مرحبا سيدي. مرحبا مرحبا سيدتي أنا اسمي عبد الرحمن، سيدتي أنا عبد الرحمن، ما أخويا اسمه حمزة. مرحبا يا عبد الرحمن مرحبا ريان تسمع فينا ريان ولا ليه؟ ريان عنده مشكلة في الصوت يا ريان حل الميكرو بتاعك أكيد مش يسمع فيه بي دقيقتين شوفوا أصحابك عبد الرحمن باي دقيقتين ونبدأ يلا الله بارك شوفوا أصحابك يدخلوش معانا تا حمزة تسمع فينا؟ حمزة مش حمزة ريان يا ريان تسمعنا ولا لا؟ عسلامة تبا ايه تسمع فينا؟ نعم تسمع فينا توا بريجلا؟ نعم باهي ايه يا عبد الرحمن وريان نبداو؟ نعم عرفتي باهي المرة اللي فاتت قرينا الحيوانات تصنيف الحيوانات اللي في قرية كانت تفكروا شفنا كيفاش الحيوانات اللي في قرية تصنف على حسب الشعب فما شعب المفصليات فما الرخويات فما الديدان اللي فيها الديدان الحلقية الديدان اللي صاحبة الأشواك اللي ما فيهاش أشواك حاولنا نعمل تفصيل كامل للحيوانات اللا فقارية شفنا المفصليات عندها أرجل ممفصلة شفنا الرخويات لها جسم رخو شفنا الديدان لها جسم معناها ياسر لزج وفي أغلب الأحيان تكون ما عندهاش أرجل توا باش نشوفوا وشفنا عديد اللي في قريات الأخرى اليوم إن شاء الله باش نشوفوا بيان سور التمارينات باش نعملوا التمارينات فيما يخص تصنيف اللي في قريات واضح؟ واضح بي تصنيف اللي في قريات التمارين هي التالية باش نعمل لكم البارتاج ديكرون بارتاج ديكرون هذايا فيه جملة من التمارين باش نخدموها مع بعضنا ناخذوا فيها وقتنا ونفهموها مع بعضنا باهي بيان سور اي حاجه ديما مش واضحه معناتها ما نحبكمش تتعداو حاجه تبداو انتم ماكمش فاهمينها باهي يعطيكم الصحه باهي عندنا اول حاجه باش نشوفوها هو التمارين الطويل هذايا باهي شكون مش يسمع فيا يا جماعه اللي مش يسمع فيا انا اسمع بريغل باه تسمعوا فيها الناس الكل دونك يا فويس بارتاج ديكرون هاي دير شير باه التمارين عدد واحد تمثل وثيقة التالية رسما توضيحيا للنحلة وفق سلم 2.5 معناها مكبرة مرتين ونص باه أتمم بيانات الوثيقة السابقة باش تخلي لكم دقيقتين تغزروا للصورة منحبش نمل عليكم الأجوبة ب
لازمنا نتشاركوا مع بعضنا، نخدموا مع بعضنا، اللي يعرف معلومة يعطيها لنا، نفيدوا بعضنا باش نجموا نخدموا التمارينات. به صورة النحلة هذه اللي انتم مطالبين بها توا تكملوا البيانات، واضح؟ يلا شوية وقت، دقيقتين هكاكا ونصلحوا مع بعضنا يا جماعة، ركزوا جدا 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 في الرسمة. من واحد حتى لسبعة، والأ والب والجيم. سيدتي هل كلمة إجابة؟ إيه يا عبد الرحمن؟ ريان. سيدتي عزيز. هي يا جماعة، يا عبد الرحمن، نعم، عرفتوا البيانات؟ ايه، شكون اللي يكمل؟ هاي كان كملت الكل، نصلحوا مع بعضنا. ايه عبد الرحمن. عبد الرحمن، نعم، انت كملت الكل؟ نعم. شكون واحد ألف لحظة برك عبد الرحمن، شوف أصدقائك كملوا كيفك ولا لا؟ شكون كمل كيما عبد الرحمن؟ شكون كمل كيما عبد الرحمن؟ سيتي كملت حتى انا. يعطيكم الصحة، هيا مالا يا جماعة نصلحوا مع بعضنا. ريان. ريان عبد الرحمن، ايه موجودة مازلت معانا؟ نعم. هيا لالا نصلحوا، هاي واحد شنو هاي؟ شكون يعطينا الإجابة هاي؟ ريان. تفضل تفضل. رقم واحد قرن استشعار. يعطيك الصحة، قرن استشعار. رقم اثنين. فدتي. تفضل. رأس. لا مش الرأس. أنف. لا. فم 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 فم. لا. فدتي ملاعين. يعطيك الصحة، عين بسيطة نسميها هيك. عين بسيطة أو كدويرة كحلة صغيرة، ريتها تشوف فيها نكبرها لك أكثر. كدويرة كحلة صغرونة بكل هيك تسمى عين. النحلة عندها 8 أعين ولا 6؟ نجاوبك عليه السؤال كي نكملوا التمارين، واضح؟ ريان تقدر تشوف ثالثة؟ هاي نكملوا، هاي نجاوبك على السؤال السمح اللي سألتولي في آخر التمارين، خاطرش نستحقوا هالمعلومة. ريان. ثلاثة آيات راه.
ايه نجم تعطينا رقم تليها شنو هو؟ ريان سألت ريان ولا ايه؟ كيف كيف؟ كل مرة نعطي الإجابة لواحد، ما نحبش واحد برك يجاوب. يلا ما بعضنا. ثلاثة شنية؟ رقم ثلاثة كما تشوفوا فيها في الصورة. هاي ريان عين ب رابعا سيتي عين مركبة مش عين بكاء عين مركبة أو عين ما يقلقش، المهم هكا قلنا احنا عين بسيطة مش مشكلة، المهم عين بسيطة ذكرناها باش نفرقوا بين العين الأولى والعين الثانية، الباقي كل ما هوش مشكل. واضح. يلا أي كملوا يا جماعة. ريان عبد الرحمن كل مرة واحد يا جماعة، لحظة كل مرة واحد يجاوب باش ما نبقاش ديما انه معناها نفكر فيكم، مرة ايه مرة عبد الرحمن مرة اللي بعده كل مرة هكا باهي. شكون توا سيدتي منين؟ كيما تحبوا، شكون قرا؟ قرا عبد الرحمن توا تقرا مثلا ايه ولا ريان؟ ريان اي أربعة أجنحة هو أربعة، هو ما عطاكش اللي على اليمين واللي على اليسار، رقم أربعة كان اللي على اليمين، أجنحة وكها معناه من غير رقم. أنت تقصد فهمتك، أربعة معناها رقم أربعة في الرسمة، تخيلتك هيك معناها قصدت عدد أربعة أجنحة، معناها جناح وجناح وجناح وجناح، صحيح يعطيك الصحة. خامسا بو بو با إبرة لا إبرة، أنا هي الإبرة لا سيدتي مش إبرة هي. منطقة يخزن فيها منطقة تخزين الرحيق. منطقة تخزين الرحيق أو ماذا تسمى؟ الحلقات. شكون عنده معلومة أخرى ترى؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ هل إجابة صديقكم صحيحة ولا لا؟ نعم؟ حلقات. حلقات، شكون يقول حلقات وشكون يقول مش حلقات؟ حلقات. هو شوف هنا النجم نقوله بطن، صحيح؟ نجم نقوله بطن، كلام مش غلط، لكن الأقرب إن شنو نقوله؟ حلقة. حلقة، إيه تقول حلقات كيف كيف؟ إيه هل أنت نفس الإجابة وإلا لا؟ نحب نعرف إجابتكم الكل، باش كان فما خطأ نصلحوا معاكم، يلا. حلقات لماذا؟ علاش قلتوا حلقات؟ شكون يفهم؟ علاش جات لبالكم كلمة حلقات يا جماعة؟ على خاطر سيدتي البطن نتاعها مقسم. يعطيك الصحة، مقسم إلى حلقات دائرية. هنا ماهيش دائري. بوضعية أجزاء، جسم متمفصل معناها. مجزأ. مجزأ، يعطيك الصحة. إذا هنا نقولوا بطن بين قوسين حلقات. واضح؟ واضح. أحسن. أي اللي بعده يا جماعة؟ أي رقم ستة، شنو هو رقم ستة؟ أرجل مفصلة. أرجل متمفصلة. سبعة. إبرة. التاسع. إبرة. اللاسع نسميهم. سيدتي جيت باش نقول. اللاسع. به الجزء A و B و G شنو هو؟ الجزء الـ A الرأس والـ B الصدر، الصدر والجيم البطن. يعطيك جيم البطن، يعطيك الصحة.
ب. حدد الخصائص المميزة لهذا الحيوان اللافقري. ما هي الخصائص المميزة لهذا الحيوان يطير اللافقري؟ له 4 أجنحة. هو لا شوف يا هو كلامك صحيح، أما إحنا لازمنا توا نركزوا في الأجوبة، لازمها تكون له الأجوبة 5 أو 6 عيون أو 8. لحظة لحظة عبد الرحمن، اسمعني يا عبد الرحمن، يعطيك الصحة إجابتك صحيحة، لكن اللي حبيت نقوله لك إنه إجابتك لازم تكون منظمة، تعرف إيش معناها؟ أول حاجة لازمنا نحدد النحلة تنتمي إلى أي شعبة من شعبة اللافقريات، نمشيو حسب التمشي اللي قريناه في الدرس. واضح يا عبد الرحمن؟ حشرة. ليه؟ الحشرات هي تنتمي لأي شعبة؟ حشرات تنتمي لشعبة لافقريات. اي لا لافقريات مش شعبة، تصنيف هيك الصنف. الشعب اللي قريناهم في اللافقريات هما شنو يا جماعة الأسبوع اللي فات؟ المفصلية. ثم الحشر، يعطيك الصحة، المفصليات والضفدعيات. لحظة، المفصليات فيهم اللي عندها ياسر أقدام، عندها ياسر أقدام. إذا المفصليات إيش فيها؟ فيها الحشرات، العنكبوتيات إلى غير ذلك. شفناهم قدر عندهم ياسر أقدام. لحظة يا عبد الرحمن، هل إنك تسمع فيه يا عبد الرحمن ولا خليني نكمل إجابتي وبعد جاوبني باهي؟ يعطيك الصحة كلامك صحيح، أما حبيت نوضح لك إنه لازم تقول إنه النحلة تنتمي إلى شعبة المفصليات به الخصائص نتاعها اللي هي تمتلك عيونا بسيطة وعيونا مركبة. اي شنو آخر؟ ولها أرجل مفصلة. لها أرجل متمفصلة وجسم مقسم إلى 3 أجزاء، هكا ولا؟ ايه. جسم وليس لها قوقعة. ليس بها قوقعة، مش لازم علينا نقولوها خاطر احنا مانيش نحكيو على الرخويات. ما عندها درع كيتيني سيدتي. يعطيك الصحة، برافو. إذا نعاود نفس المعلومات، شنو النجم نقولوا؟ تنتمي النحلة إلى شعبة المفصليات، حيث أن لها عينا بسيطة وعينين مركبتين، كما أن لها أرجل متمفصلة. لا ما عندهاش عين بسيطة كهو، عندها عيون بسيطة وعيون مركبة. موش عينك هو بسيطة أي. سمرتنا واحدة مركبة. لا لا احنا جوست في الرسم ممكن اللي ظاهره في الرسم هي واحده لكن ما هيش واحده كهوره. واضحه؟ لها عيون بسيطه وعيون وعيون مركبه وارجل متمفصله وتتكون من 3 أجزاء، راس وصدر وبطن. يعطيك الصحه، هذا الشيء اللي قريناه في شعبه المفصليات في تصنيف الحشرات، خاطر المفصليات فيها الحشرات وفيها العنكبوتيات إلى غير ذلك. واضح؟ واضح. شكون عنده سؤال؟ واضح. باهي، اذكر الشعبة التي تنتمي إليها النحلة. آه لهنا هاكا ذكرنا الشعبة من غادي، دونك الشعبة نحيوها في السؤال الثاني. السؤال الثالث كان ينجم ما يعطينا هو ما يعطيهش خير أمام نسأل الشعبة المفصليات. اذكر الصنف الذي تنتمي إليه النحلة، هل تنتمي إلى العنكبوتيات، إلى الحشرات، إلى شنو؟ حشرات. 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 احسب الطول الحقيقي للنحلة، الطول الحقيقي للنحلة دي 1 سنتيمتر اقل حاجة. ليه 2 سنتيمتر؟ لا ما فهمتنيش. هي شوف هي لهنا لازمنا اذا كان جاتنا بالرسم في امتحان هكا دونك نقيسوها بالمسطرة من هنا لهنا وبعد تعرف واش نعملوا؟ نقسموها قسم 2.5. صحيتك، نقسموها قاسم 2.5. توا نتحصلوا على الطول الحقيقي للنحله، لانه النحله اللي تشوفوا فيها هذيا راهي مكبره ب 2.5. واضح؟ واضح. سيدتي تنجمي تراجعي الصورة 100% باش نعرف الطول اللي جايبينه في الورقة هما. تفضلي تفضلي. بي واضح التمارين عدد 1 ولا لا؟ واضح. أحسنت. نمشيو تمارين عدد 2. سيدتي عبد الرحمن يسالش اللي يحب يبدا يبدا تفضلوا. المحار، المحار من صنف ال الرخويات.
شعبة شنية وصنف شنو؟ رخوية صحيحة أم هل هي صنف أو شعبة الرخوية؟ شعبة شعبة. والصنف؟ أحسنت، رخوية شعبة. والصنف؟ متعدد الأقلام بدون رأسية القدم. ليه؟ لا بدون قدم. لا ما سمينيش بدون قدم. سيدتي رأسية القدم مثال الحبار. سيدتي رأسية القدم مثال الحبار. اي احنا نحكي عن المحار. احسنت سيدتي، المحار هو صدفة. كيف الصدفة؟ يعطيك الصحة. اذا ماذا سيكون صنفه؟ تفكر ترى. الأصدف سيدتي؟ لا ما سميناهمش الأصدف. سيدتي يبدأ يعني فيه حاجة تغطيه. هاي اللي هو تعرفوها، راني متأكدة ان انتم تعرفوها، ومانيش باش نقولها الإجابة كان ما تتفكروها. يلا ترى. نسيتوها. يا جماعة نسيتوها في ساعة. شو قلنا احنا اخر مرة؟ شعبة الرخويات كلهم هذوما شعب، منهم رأسيات القدم ومنهم شنو ومنهم شنو، بالمحار الصنف نتاعو شنو، وباهي الخصائص المميزة. ترى شكون يعطينا الخصائص المميزة؟ ليس له قدم او يد. ليست له ارجل وله درع كيتيني. سيدتي شكون اللي عنده الدرع الكيتيني؟ النحلة. إيش دخلنا احنا تو في الرخويات، ماناش في المفصليات. اذا اجابة خاطئة. شوف ريتوها هنا الشعبة، هذه الرخويات. من ضمن شعبة الرخويات ش عنا؟ عنا ثلاث اصناف، منهم رأسية القدم. به احنا حشنا شنو الصنف اللي تبع المحار يا جماعة؟ المحار وحديات القدم. لا فمش وحديات القدم، منعدمات القدم. مش هكا سميناها التسمية يا عبد الرحمن. شكون يتفكر؟ كلكم حاضرين معانا المرة الفايتة؟ نعم. إيه مادام حاضرين معانا إذا نجمو تجاوبو هكا ولا؟ تراكا نتفكروا مع بعضنا. المحار ينتمي إلى أي صنف من شعبة الرخويات؟ منعدمة الأقدام. لا قلنا ما فماش منعدمة الأقدام. إيه هل تفكرت المعلومة شنية يا إيه؟ شكون تفكر لنا المعلومة هكا ومهف يخطفها وهي طايرة؟ ترى عرفكم أذكياء ما شاء الله عليكم. بيه يا جماعة باش نفكركم، أما ركزوا معايا مليح. احنا شقرينا المرة الفايتة قلنا الحيوانات الفقارية سوف تصنف إلى عدة شعب. من الشعب ركزوا معايا مليح، الشعب البقاعيات. لحظة برك لحظة برك لحظة برك، اسمعني توا عبد الرحمن كهو. فما شعبة المفصليات، فما شعبة الرخويات، فما شعبة الديدان وشوك، وفما شعبة شوكيات الجلد، فما شعبة مجوفات المعي، فما شعبة الإسفنجيات. راهو الدرس هذا لازم يتحفظ يا جماعة، على كان شرعنا ما نجموش ناخذ فيه نوت باهي. هذوما الأصناف، الستة أصناف. باهي، في شعبة المفصليات عندنا الحشرات، عندنا متعديات الأرجل، وعندنا العنكبوتيات، وعندنا صفيحات الغلاص. شعبة الرخويات، باهي، شعبة الرخويات اللي نحكيو عليها احنا لهنا، تختص قلنا الحيوانات اللافقارية التي تنتمي إلى هذه الشعبة بجسم رخو، كما لها قوقعة خارجية أو داخلية أو ضامرة. معايا ولا لا؟ نعم. به وحكينا اللي يمكن تقسيمها القوقعي عيات. يا عبد الرحمن ما عادش تجاوبني، لحظة خليني نكمل وبعد جاوبني. به ما تجاوبني حتى شيء تو اسمعني وكهو. به اش فيها؟ فيها رأسية القدم، صفيحات الغلاصة، معدية الأرجل،
ثلاثة حاجات. يا رأسية صفيحية القدم كما شنوما يا جماعة؟ كالحبار والأخطبوط، واللي إجابتك بكري قلتها لي صحيحة يا عبد الرحمن. إذا رأسية القدم الحبار والأخطبوط. به هات نبدأ برأسية القدم. ريان معانا؟ ايه بماذا تمتاز رأسية القدم؟ بأن لها جزئين سيدتي. لا 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 لا، لها ثلاثة أجزاء سيدتي، رأس وصدر وبطن. لا لا سيدتي عندها قول ليش هي هذية هيك مفصليات، راه ثلاثة أجزاء، مانيش في المفصليات، نحن توا في الرخويات. ردوا بالكم، ريت كي ماكمش حافظين الدرس نتاعكم، قالوا ما يحفظش الدرس نتاعو ما ينجمش يجاوب بصحيح. الدرس هذا لازم يتحفظ. رأسية القدم الخاصيات نتاعها، تسمعوا فيا ايه ريان عبد الرحمن؟ الخصائص المميزة، نسمعوا مليح، نسمعوا. لها أذرع منبثقة من الرأس ومجهزة بمحاجم. لها صدفة محجوبة أو ضامرة. المثال الحبار والأخطبوط اللي رأسهم قدمهم في رأسهم، إك علاش رأسيات القدم، القدم في الرأس، واضح ولا لا؟ إذا من الخصائص المميزة لها أذرع منبثقة من الرأس ومجهزة بمحاجم، لها صدفة محجوبة أو ضامرة، والمثال الحبار والأخطبوط. المحار اللي ما عرفتوهش، صفيحات الغلاصم الصنف، من خصائصه هنا نكتب صفيحات الغلاصم، وهنا الخصائص. قوقعة مكونة من مصراعين، معناها من جزئين، تتحل هكا كأني كعبة فستق. لها غلاصم على شكل صفيحات، الغلاصم اللي هي باش تتنفس منها على شكل صفيحات. المثال المحار. المثال الأخير يا جماعة، أنت قلت منعدمات الأرجل هي معديات الأرجل، واللي هي هنا نكتب معديات الأرجل. على خصائص، لها قوقعة خارجية حلزونية على الظهر، ولها قدم بطنية عضلية متكيفة للزحف، معناها القدم متاعها في البطن فيها عضلة تخليها تزحف بها، وفيها قوقعة. هذا المثال كيما شنو؟ كيف ال لها قوقعة خارجية حلزونية على الظهر، لها قدم محار، حلزون، الحلزون المحار سيف وتنين. اه المحار صفيحات الغلاصم، او كتبناها لهنا صفيحات الغلاصم. نعم حسن، باش نختصر شوية وقت يا جماعة، مانيش باش نبقى نكتب خاطر باش نضيعوا برشا وقت. هاكا جوست لهنا الصنف تكتبوا حتى وحدكم، مثال في ورقة مثلا. هنا باش تكون بالنسبة اللي المحار صفيحات الغلاصم، كيما قرينا في الدرس، قوقعة لها أذرع يا ربي منبثقة من الرأس، سامحوني، قوقعة مكونة من مصراعين، وغلاصم على شكل صفيحات، والمثال المحار. رأسيات القدم أذرع منبثقة من الرأس ومجهزة بمحاجم، ولها صدفة محجوبة أو ضامرة، والمثال المحار أو كعطيولك والأخطبوط. معديات الأرجل الأخيرة بالكل، قوقعة خارجية حلزونية الظهر، وقدم بطنية عضلية متكيفة للزحف كالحلزون. شفنا الشعبة الأخيرة هي شعبة الديدان الحلقية، فيها عديمة الأشواك، قليلة الصنف A عديمة الأشواك، صنف B قليلة الأشواك، والصنف جيم متعددة الأشواك. راهو الدرس هذا يا جماعة لازم يتحفظ به. واضح واضح إيه؟ إيه مازلت معانا؟ سيتي اي هذه ما عنديش، عند مشكله في المايك تتكلمش يا سي. يا ايه تسمع فينا؟ ايه ايه
ايه، هل انت هنا ريان؟ تسمع فينا؟ اي ده ريان عبد الرحمن. نكمل مع بعضنا لطون اللي ايه تلقي الصوت بتاعها. يلا باش نعطيكم دقيقتين باش تخدموا لي هذايا وبعد تصلحوا مع بعضنا. باهي واضح مصحة. سيدي شنو هو القراد؟ اللي نقولوا له القراد بلغتنا العامية هو الحيوان اللي يجي للكلب مثلا اللي يبدأ متسخ وما هوش نظيف. عرفت في ملقام عند الإنسان. سيتي نجاوب على الجريد. لا عبد الرحمن نستنى زملائنا لين يكملوا دقيقتين هكاكا ونجاوبوا مع بعضنا. به عبد الرحمن. لا سيدتي ريان نتكلم، مش عبد الرحمن. ريانة سامحني. به ريان شوية أخرى نكملوا ونجاوبوا مع بعضنا. به أحسنت. سيدتي عبد الرحمن. وي عبد الرحمن كملنا صلحوا؟ يعطيكم الصحة. هاي ايه معانا؟ ايه هل تسمع فينا ولا لا؟ عبد الرحمن وريان يلا نصلحوا.
سيدتي القراد، قشريات. قشريات، علاش مش عنكبوتيات أو حشرات؟ خاطر سيدتي القراد في عنده كيف قشرة تخليها ما يموتش بسهولة، قشرة ما يموتش بسهولة. يعني مش بالريان، ريان شو عملت انتي؟ سيدتي قلت حشرات. لماذا حشرات ترى؟ سيدتي نقول الحشرات عند الدرع الكيتيني، مش هكا؟ بالدرع سيدتي أنا في الكيتيني. بير القشريات عند الدرع الكيتيني. القشريات والحشرات هما من المفصليات ترى، واللي هما نفسهم من العنكبوتيات، ينتميوا إلى شعبة المفصليات. شعبة المفصليات، شبيها شعبة المفصليات، شحكينا فيها أحد. جوتي عندها يسر يعني أقدام القراد. يعطيك الصحة، الأقدام المفصلة إلى غير ذلك. أي شيء ذا يخلينا شنو شنو نعطيه؟ سيدي نحطو قشر عنكبوتيات لماذا بدلت عنكبوتيات؟ على خاطر سيدتي انت قلتي حشرات والقشريات هي العنكبوتيات. مش هي العنكبوتيات، مع العنكبوتيات هي أصناف. احنا في المفصليات شفنا انه الحيوانات الفقارية التي سيدتي تنتمي الى شعبة قشريات، سيدتي المفصليات لها جسم محاط بغطاء درعي كيتيني المفصليات، ومقسم الى اجزاء كما ان لها ارجلا متمفصلة. ويمكن تقسيم المفصليات الى 4 أصناف، الحشرات والعنكبوتيات والقشريات ومتعددة الأرجل، كلهم ينتميوا إلى شعبة المفصليات. معناها هذوما يا جماعة الأربعة لولين كلهم ينتميوا إلى نفس الشعبة اللي هي المفصليات، عنكبوتيات، حشرات، قشريات، متعددة الأرجل، كلهم ينتميوا إلى نفس الشعبة اللي هي المفصليات. سيدتي قشريات على خاطر القراد صعيب انك تقتله، عنده درع. حتى العنكبوتيات عندها الدرع، حتى الحشرات عندها الدرع، ما المشكلة؟ سيدتي عنكبوتيات على خاطر عنده ورشة أرجل القراد. بطيء سيدتي، زاد بطيء، لا ما عندوش يترعج. عبد الرحمن لحظة، خلي زميلك يحكي معاك يا عبد الرحمن، ما عادش تقص عليه باش نجم نسمعه. كل حسن مرة واحد ياخذ إذن. حسن عايشك يا عبد الرحمن، ترى كمل فكرتك ترى عبد الرحمن، بعدها قشرية نوريك. قشريات هاي لأنه بطيء. قشريات لأنه بطيء، راهو فهمتك شنو تحب تحكي، أما جوست نحب تكون متأكد من إجابتك. وعنده قرن استشعار. عنده قرن استشعار، به هل إنه حشرات، قشريات، عنكبوتيات؟ سيدتي القشريات على خاطرها تلصق في جسم الحاجة. رأي حتى العنكبوتيات تلصق. سيدتي على خاطرها تلصق بالقوي، ما تنجمش تنحيها كان بالسيف. ما هوش مبرر، ما هوش مبرر. ليه؟ على خاطر لونها بني. عاد شبيه لونها بني؟ هل احنا نسميه على خاطر اللون؟ احنا هكا حكينا في القسم، قلنا نسميه خاطر اللون، لا علاقة لنا بالألوان يا عبد الرحمن، ما عندناش حتى علاقة بالألوان، بالعكس ما ذكرنا حتى لون وما صنفناش التصنيف، ما كانش حسب الألوان. ها شكون منكم الصحيح؟ نحب نعلمكم تخمموا، تخمموا وتاخذوا الإجابة الصحيحة عن طريق المنطق واللي قريناه في الدرس. القراد، القراد يا جماعة اسمعوني مليح توا، لا ينتمي إلى فصيلة الحشرات، ولا ينتمي إلى فصيلة القشريات، ولا إلى متعددة الأرجل، ولا إلى الديدان الحلقية، بل ينتمي إلى صنف العنكبوتيات. وعليه لأن لها 8 أرجل.
سيدتي يعني وهي تنتمي إلى شعب المفصليات. شعبة المفصليات صنف العنكبوتيات ولها 8 أرجل، واضح ولا لا؟ سيدتي عبد الرحمن دودة الأرض. دودة الأرض. ديدان الحلقية. ما معنى الديدان الحلقية؟ لو فكرني شو عملنا في القسم. سيدتي يعني لا أرجل لها، لا أقدام لها، عندها أقدام صغيرة. دودة الأرض لها حلقات. لا. يعني لا أرجل لها. خاتم سليمان. مانيش نسمع. استنى استنى يا عبد الرحمن، ما تبداش تمشي على بعضه على بعضه. لحظة برك. راني مانيش نسمع فيكم، حاولوا تحكيوا بالنظام. إذا كان كل واحد يحكي وحده راني ما نجمش نسمعكم جملة. بالواحد بالواحد دودة الأرض نتناقشوا فيها. لأي صنف تنتمي؟ يلا. الديدان الحلقة. تنتمي إلى الديدان الحلقية. تنتمي إلى الديدان الحلقي. باش شفنا إحنا في الديدان. أن دودة الأرض تحتوي على العديد من الحلقات، والديدان الحلقية فيها الحلقية يعني ظاهرة حلقات. نعم. وليس لديها أرجل ولزجة. ليه؟ الديدان جسم رخو مقسم إلى حلقات وليس لها أرجل متمفصلة. واضح؟ سيدتي عبد الرحمن. قليلة الأشواك، قليلة الأشواك، لها أشواك بطنية وقليلة كدودة الأرض. إذن ديدان حلقية دودة الأرض. ب. الجرادة. سيدتي عبد الرحمن. الجرادة يا جماعة. حشرة حشرة. تفضل. حشرة. تفضل عبد الرحمن. حشرة. يعطيك الصحة، حشرات. خاتم سليمان يا ريان. خاتم سليمان. هي متعدد. ريان. خاتم سليمان عنكبوتيات. ليس متعدد الأرجل. شكون منكم الصحيح؟ به عنكبوتيات ماهيش عنكبوتيات يا ريان. خاتم سليمان لو كانت تفكر انت معانا الحصة الفارطة شنو عملنا فيها خاتم سليمان؟ ووريتكم الصورة نتاعها، ووريتكم صورتين على ما أظن. عندها ياسر أرجل مش 8 فقط. ليش نوع؟ عندها ياسر أرجل مش 8. العنكبوتيات هي اللي عبد عندها 8. هي تنتمي إلى شعبة المفصليات. هاي. سيدتي متعددة الأرجل خاطر العنكبوتيات عندها 8. أما متعددة الأرجل حتى ممكن 99. صحيتك صحيتك، صحيح كلامك، صحيح. أحسنت أحسنت كثيرا. سرطان البحر يا جماعة. سرطان البحر. قشريات. قشريات. ب. الفراشة يا ريان. الفراشة حشرات. نعم. الفراشة حشرات. شكون اللي قال خلاف الشيء ذا؟ صحيح. ما عندكم حتى إجابة أخرى. إذن الفراشة تنتمي إلى فصيل إلى صنف الحشرات. أحسنتم. ب. ذي التمارين. زوز تمارين هذوما كملناهم، باش ننتقلوا إلى جملة التمارين الأخرى اللي عندنا يا جماعة، واللي هي بالشكل التالي. شوفوا في الإكران. سيدتي. لا سيدتي شايفين منحي. سيدتي تو شفنا، تو شفنا. أحسنت يا عبد الرحمن، أحسنت. التمارين عدد 1. تتشابه الحيوانات الفقارية في بعض المظاهر، تختلف في مظاهر أخرى، بين ذلك بوضع علامة في الخانة المناسبة بالجدول الموالي. الجدول الموالي متاعنا هو كالآتي: جسم مقسم إلى 3 أجزاء، نمط التكاثر، نمط التنفس، هيكل عظمي داخلي يدعم عمود فقري، وجود جلد يغطي الجسم. هنا فما فقريات ولا فقريات؟ مش تعديوه التمارين هذين، نرجعوا له في الاخر ان شاء الله. اعطينا التمارين عدد 3 أو 4، خاطر هنا فيها فقريات وفيها لي فقريات زوز. 3 تمثل وثيقة عدد 2 حيوانات فقارية يوجد بينها ما هو دخيل. ب. الحيوانات الفقارية اللي يوجد جمل. دخيل.
ما هو الدخيل على الحيوانات الفقارية الموجودة بالوثيقة عدد أخطبوط أخطبوط بيان وصدأ وحلزونة باه شفت إجابتك يا عبد الرحمن ريان أنت شنو تقول الأخطبوط سيدتي الأخطبوط وشنو هو آخر لك هاو كهو الفأر سيدتي المحار اي سيدتي ما هو ماني شايفها بالكده اه يا بابا يلا يبارك طون كبر لك اي الله يبارك تفضل او كل محار اريدها هيك الاخطبوط نعم لا الفأر في قريه في قريه ريان الفأر الدخيل هو المحار والأخطبوط لك صح بي خصائص غطاء الجلد إلى غير ذلك هذوما توا إن شاء الله مرة جاي بي تتفكروش ترى هذوما خصائص غطاء الجلد بالنسبة للحوت والتمساح الحوت قشور سيدتي الحوت حراشف ملتحمة سهلة الاقتلاع يعطيك الصحة والصنف صنف شنو الحوت؟ في قرية هذا راه هو؟ اي اي صنف الأسماك أسماك التمساح خصائص غطاء الجلد تراه مثالش نرجع شوية حتى للحيوانات الفقرية حراشف ملتحمة صعبة الاقتلاع يعطيك الصحة والصنف ينتمي إلى أي صنف؟ مش أسماك ماهوش أسماك هو ما هوش أسماك إذا ماذا؟ ثدييات عبد الرحمن حسب رأيك سيدتي شنو الحلزون زواحف 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 الزواحف التمارين اللي باش نخدمه توا سوف نضعه على ما فيه في الجدول في خانة المناسبة به به باش تتعداو توا الفقريات باش نمشيو للا فقريات أجب بصواب أو خطأ كل الحيوانات اللا فقرية لها جسم مقسم إلى ثلاث أجزاء خطأ دودة الأرض من الزواحف لا خطأ من الديدان الحلقية دودة الأرض للعنكبوتيات أربع أزواج من الأرجل الممفصلة لا خطأ ثمانية عنكبوتيات اي أربعة أزواج معناها ثمانية زوج اي اي أحسن صحيح أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية صحيح الحشرات للحشرات خمس أزواج من الأرجل الممفصلة خطأ لا خطأ التمارين عدد أربعة أربط بما يناسب الحلزون حشرات عنكبوتيات أم رخويات الحلزون رخويات رخويات صحيح خاطر جسم رخو النملة لا زجزج حشرة العقرب عنكبوتيات محيطك عنكبوتيات مش حشرات ريانة القراد عنكبوتيات أحسنت والحبار رخويات أي الحبار ينتمي إلى فصيلة الرخويات بالرسمي صحيح يعطيكم الصحة يا جماعة على خاطر اللزج خاطر اللزج أحسنتم به اللي لاحظت أنكم أنتم ناقصين شوية في الدرس نزلتم ما حفظتوش بالقدام يسألش إن شاء الله الأسبوع الجاي قريناهوش يعني توسعناش فيه ياسر يعني نقريناها عندك أنت فتاوى مش نعرف شفت اللي قريتوه عندي مش تعاودوا تقراوه عند الأستاذ نفس الشيء بما أنكم أنتم بديتوا بالفقريات بالنسبة لي بديت باللا فقريات إن شاء الله إحنا هكا كملنا مجموعة التمارين بقى ما كملناها مش نخلي الأسبوع الجاي إن شاء الله بحول الله نهار لحد الجاي في نفس الوقت بحول الله يا جماعة توكا نقرأ درس الفقريات اللي قريتوه عند الأستاذ نتاعكم نعاودوه به واضح يعطيكم الصحة على الحضور نتاعكم وبارك الله فيكم وشهية طيبة شهية طيبة سيدتي إلى اللقاء يعطيك الصحة عبد الرحمن وريان شكرا على الحضور إلى اللقاء